سبحان الله والحمد لله 700 مرة فقد غفر لك الله ذنوبك ولو كان ثبت البحر. يعني نحن نجلس هكذا نأكل ونشرب ونقول سبحان الله 100 مرة، لازال الناس يحدثون بهذه الأشياء، لازالت هذه الأشياء تقال يعني سبحان الله. فما جزاء الذي يحرط الأرض وتأكل الطير والحشرات والإنسان؟ ما جزاؤه الذي يقول سبحان الله 100 مرة يدخل الجنة، والذي يحرط الأرض ويحرط الأرض بجهده وعرقه وتأكل الحشرات والحيوانات والطير والإنسان؟ يعني سبحان الله، يعني ما جزاء هذا العالم الذي لا يقول سبحان الله 100 مرة، لا يقول سبحان الله 100 مرة ويخترع دواء؟ ما جزاؤه؟ يعني أين تضعونه؟ في النار. عن هذا الكلام الغريب والمنبئ عن جهل كبير كتب صاحب صفحة شؤون إسلامية معلقا: نعوذ بالله من الفتن، هذا الكلام لا يقوله رجل شم رائحة العلم، ولا أريد أن أقول شم رائحة الإسلام. ما قاله محمد الفايد عبارة عن مغالطة ومقارنة ليست في محلها، فلا تعارض أصلا بين ذكر الله والأعمال الأخرى الدنيوية، ومع ذلك فإن هذه الأعمال لا تقبل عند الله ولا قيمة لها إلا إذا كانت خالصة وابتغي بها وجهه سبحانه وتعالى، وهذا في حق المؤمن، فما بالك بالكافر؟ ما الإشكال أن يجمع المرء بين الذكر والتسبيح وبين الأعمال الأخرى؟ وما يضره إن سبح الله حتى وإن فاتته أعمال الدنيا الفانية؟ الفايد دائما يؤصل لفكرة أن الاختراعات أو الأعمال الدنيوية أهم وأفضل من الذكر والعلوم الشرعية، حتى لو كان الشخص الذي يمارسها كافرا والعياذ بالله، وقد سبق وعلقت على كلامي في شأن مخترع الكهرباء. من أجمل الأحاديث التي تبين وتحسم هذه القضية ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا باختصار ما للكافر في الدنيا، وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا أدري لماذا يستخف الفيد بأحاديث الذكر ويضعها في مواجهة مع أعمال أخرى إن صحت وابتغي بها وجه الله لأصبحت ثقيلة في ميزانه مثل الزرع والحرث وإطعام الناس. وللمفارقة قد ورد الحديث في هذا الشأن حيث روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا الحديث يكشف جهل الفايد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن الأجر المترتب على هذا العمل وفقا للحديث لا يقل أهمية، بل ربما يزيد على أجر الذكر باللسان، وهذا علمه عند الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتهويل من شأن الذكر بهذه الطريقة تؤكد أن الرجل قد تشرب المادية، حيث أن الأحاديث الواردة في فضل الذكر كثيرة وثابتة ومنها المتواتر، وأما في القرآن فقد دلت الآيات على فضل الذكر وأهميته التي تعد فوق الدنيا والأموال وحتى الأولاد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد مدح الله عباده في القرآن حيث قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وإذا كان الفيد أو ربما الفاسد يقصد من كلامه أن الشخص الذي يزرع ويحرث قد يستحق الجنة بعمله دون إيمان، فهذه كارثة وطامة كبرى. ومن سياق كلامه يبدو أنه يقصد ذلك، فبلا شك أن المسلم الذي يزرع ويحرث يؤجر على فعله حسب نيته، فمن كان همه التجارة والربح فله ذلك في الدنيا، ومن كان همه ابتغاء مرضات الله فله أجره يوم القيامة. وأما الكافر فيزرع إما للربح أو السمعة، وقد تقدم ذكر الحديث في أن الكافر يحصل على الجزاء في الدنيا. ونختم بالآية التي حرفها الفايد سابقا، وهي
حجة عليه، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهو مؤمن شرط قبول العمل والجزاء في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. قناة إبراهيم أبو جابر، رحلة تي في.